في الكرة المصرية. رمضان صبحي غلط غلطة يعني حتى الآن مجلس إدارة النادي الأهلي مش قادر يسامح رمضان صبحي عليها، خصوصا إن رمضان صبحي يعني واخد بنت كابتن النادي الأهلي الكابتن إكرامي، ولكن طبعا شريف إكرامي لعب في دماغه وقال له ده مستقبلك وفلوس وتعالى والحكاية وهتعمل طموح جديد وتاريخ جديد الأهلي مش هيقف عليك. طبعا رمضان صبحي صدق الكلام ده وراح بيراميدز، والكابتن محمود الخطيب طبعا زي ما احنا عارفين طلع مع عمرو أديب قال له انا مش زعلان، انا مش زعلان منه، قال له انا زعلان عليه لانه هيعرف توابع القرار ده بعد كده. الكابتن محمود الخطيب كان عنده حق في كل كلمة، ان اللي يسيب النادي الاهلي لازم يبقى عارف هو بيتصرف ازاي وبيعمل ازاي علشان ما يرجعش يندم بعد كده. كلام كبير جدا في حلقتنا هنتكلم فيه عن رمضان صبحي وعودته من جديد للنادي الاهلي من يعني الحقيقة من عدمها، لكن في البداية صديقي ما تنساش افضل حاجة هنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الواحد الاحد، بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كرة وبس في كل مكان أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. طبعا هقول لك نبذه كده عن عوده رمضان صبحي من جديد الى النادي الاهلي، رغم انه لم يتم تاكيد الامر رسميا حتى الان، ولكن الامر مطروح على مجلس اداره النادي الاهلي وفي مناقشات كبيره جدا وفي تدخلات كبيره جدا من يعني مسؤولين كبار من اجل عوده رمضان صبحي من جديد، ويعني وطلب ان هو يمكن يعمل فيديو اعتذار على السوشيال ميديا وعلى قناة النادي الاهلي يعتذر فيه لجماهير النادي الاهلي. وانا عارف ان يعني ثلاث ارباع جماهير النادي الاهلي انا عارف انها مؤيدة لعودة رمضان صبحي من جديد والمسامح كريم. هناك تقارير كبيرة جدا وتقارير صحفية بتشير الى رغبة رمضان صبحي في العودة من جديد الى النادي الاهلي، طبعا بعد تدهور مستواه وتدهور حالته في بيراميدز، طبعا النادي الاستثماري اللي تم تصميمه رسميا لمنافسة النادي الاهلي وهو مش عارف ان النادي الاهلي مفيش حد ينافسه. اللاعب الذي انضم الى بيراميدز قبل 4 سنوات تقريبا او 5 سنوات، رمضان صبحي بقاله 4 سنين او 5 سنين في بيراميدز لم يحصل على بطولة واحدة، طبعا يثير حالة من الجدل حول مستقبله الفترة اللي جاية وفي ظل هذه التكهنات. طبعا عارفين ان رمضان صبحي جدد موسمين جديدتين مع بيراميدز، ولكن لم يتم تفعيل العقد حتى الآن في انتظار رد النادي الأهلي. طيب الكابتن إكرامي حمى رمضان صبحي ونجم النادي الأهلي السابق ووالد زوجة رمضان صبحي، أكد أن اللاعب سعيد جدا بالفكرة المطروحة بعودته من جديد للنادي الأهلي وإلى بيته، ويشعر بالراحة في الوقت الحالي في ظل تفكير مجلس إدارة النادي الأهلي السماح لرمضان والعودة من جديد. على الرغم من ذلك يبدو أن عودة رمضان صبحي للأهلي قد تكون أمرا صعبا وليس مستحيلا، خاصة بعد رحيله من النادي الأهلي بطريقة غير مرضية يبقى الجدل مستمر حول مستقبل هذا اللاعب الموهوب. طيب احنا هنترقب الاخبار الرسمية لمعرفة ما اذا كان رمضان صبحي سيعود الى النادي الاهلي من جديد الذي نشأ في صفوفه واثبت نفسه كاحد ابرز اللاعبين في مصر، كاحد افضل اللاعبين في مصر. طيب ما حقيقة عودة رمضان صبحي للنادي الاهلي؟ تمام هقول لحضراتكم. طيب ترددت انباء بشأن رغبة رمضان صبحي لاعب بيراميدز في العودة من جديد الى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية،
ورغم عدم وجود ما يشير إلى نيته للرحيل عن بيراميدز، إلى أن تقارير إعلامية مصرية كشفت رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي والاعتذار بفيديو رسمي للنادي بعدما رحل عنه قبل 4 سنوات أو 5 سنوات وسط حالة من الجدل. ما حقيقة عودة رمضان وفي ظل التكهنات المثارة حول مصيره؟ كابتن إكرامي زي ما قلنا لحضراتكم كشف الكلام ده كله وقال رمضان مش هيرجع النادي الأهلي. طيب عايز أقول لك كمان إن رمضان صبحي اسمه تصدر الترند جناح أيسر فريق بيراميدز. المشهد في الأوساط القروية تصدر المشهد الأوساط القروية المصرية خلال الأيام القليلة الماضية بعدما ارتبط اسمه من جديد بالعودة للنادي الأهلي فريقه السابق. أصبحت مسألة عودة رمضان صبحي للأهلي مثار جدل واسع بين جماهير الأهلي التي تتساءل عن حقيقة هذه الأنباء. وترصد إرمانيوز موقع إرمانيوز في التقارير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بملف عودة رمضان صبحي للأهلي. إكرامي يطلق الشرارة. كابتن إكرامي حارس مرمى الأهلي أطلق الشرارة بعدما أكد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة NBC مصر أن رمضان صبحي يرحب بالعودة للنادي الأهلي مجددا. وأثارت تصريحات إكرامي جدلا كبيرا خاصة في ظل أنباء عن رغبة نادي الزمالك في ضم رمضان صبحي لتعويض رحيل المغربي أشرف بن شرقي، ويسعى الأهلي أيضا لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في مركز الجناح الهجومي في الموسم الجديد. ويبقى السؤال، ما هي حقيقة المفاوضات؟ هل تفاوض الأهلي رسميا لعودة رمضان صبحي مرة أخرى؟ البعض توقع وجود مفاوضات مع طرح الإعلامي أحمد شبير المقرب من إدارة النادي الأهلي استطلاعا جماهيريا بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي للقلعة الحمراء. واكتفى أمير توفيق وقال مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بتصريحات مقتضبة لإرمانيوس قائلا أنه لا توجد أي مفاوضات حاليا لعودة رمضان صبحي مرة أخرى للنادي الأهلي. وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز لإرمانيوس إن رمضان صبحي لم يحصل على أي عروض رسمية حتى الآن لمغادرات الفريق، وقال إن رمضان من اللاعبين الأساسيين والأعمدة الرئيسية في فريق بيراميدز ولا توجد نية للتفريط في خدماته. وترددت أقاويل بأن رجل الأعمال ياسين منصور رئيس شركة الكرة السابق كان يرغب في إعادة رمضان للأهلي مرة أخرى، ولكن الأمر لم يكتمل بعد رحيل ياسين منصور. يرى الكثير أن الأهلي بحاجة لعودة رمضان صبحي لتدعيم الجانب الهجومي، خاصة أن اللاعب صاحب 25 عام يعد من أبرز لاعبي الدوري المصري في مركز الجناح. وطلب الكابتن حسام حسن في وقت سابق المدير الفني الفريق المصري البورسعيدي في وقت سابق عبر قناة NBC مصر بعودة رمضان صبحي للأهلي لأنه أحد أبناء القلعة الحمراء، مؤكدا أن رحيله عن الأهلي كان خطأ كبير. الكابتن ماهر همام أيضا نجم الأهلي السابق قال إن رمضان صبحي من الناحية الفنية لاعب مميز يحتاج أي فريق جماهيري في مصر. وأوضح أن الأهلي من الناحية الفنية لا يعني سهولة عودة رمضان للأهلي مجددا، فطريقة رحيله عن الفريق ليست مرضية لإدارة أو الجماهير. الرفض الجماهيري، تواجه عودة رمضان صبحي للأهلي مرة أخرى رفضا جماهيريا بسبب رحيله إلى بيراميدز في صيف 2019 بعد نهاية إعارته للأهلي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. وقال مصدر بالأهلي لإرمانيوز إن مسألة عودة رمضان صبحي للأهلي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن اللاعب رحل عن الفريق واختار الانضمام إلى بيراميدز. وقال كمان إن رمضان استفز مشاعر جماهير الأهلي سواء بتصريحاته بعد انتقاله أو حتى إشارات الصمت التي وجهها خلال تقديمه مع بيراميدز. ده بالنسبة لقصة رمضان صبحي وعودته من جديد ومن عدمها للنادي الأهلي. شكرا يا صديقي، كل اللي أنا طالبه من حضرتك أتمنى أن الحلقة تكون عجبتك وتدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. بشكرك يا صديقي أنك استكملت معايا الحلقة للنهاية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.